قال سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل بن محمد علي حميدان أن آلية العمل بنظام حماية الأجور سيتم دفعها عن طريق البنوك بالتوافق مع رؤية محافظي بنك البحرين المركزي، على أن تبدأ الوزارة باختيار الشركات الكبرى التي ستبدأ العمل بهذا القرار، على أن يتم تدريج الشركات الصغرى للعمل بهذا القرار. آلية تطبيقها هي أن تحال جميع الأجور إلى عن طريق تدفع عن طريق البنوك التي يحددها محافظ البنك المركزي، فراح إن شاء الله نصدر قرار متدرج باختيار المنشآت الكبيرة التي تلتزم بهذا القرار، ثم نتدرج نحو المنشآت الأصغر تدريجيا. هذا راح يكفل سداد الأجور في مواعيدها، وراح يوفر للعاملين حماية أكبر لتسديد الأجور.